بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس ادما بارو رئيس جمهوريه غامبيا بمناسبه ذكرى استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس آدم بارو